في على الويب بيج على الفيسبوك بيج هتكون الاسئله اللي احنا بنحطها، فبرضه لسه مستنيين برضه الانبوتس بتاعتكم على الفيسبوك بيج. على الفيسبوك بيج على كايرو سيكيورتي كامب هتلاقوا نفس البيكتشر دي موجوده، مستنيين الانبوتس بتاعتها ومشاركتكم عليها. في شويه حاجات كده احنا محضرينها لكم، يعني حاجات خفيفه كده يعني هتبقى في وسط السيشنز. ايه الجديد، ايه الاخبار، السايبر سيكيورتي ماركت فيه ايه، ايه اللي بيحصل، فهنشاركها معاكم ان شاء الله خلال البريكس. ده مثلا واحد من البرامج الظريفه جدا اللي بتنزل من الموبايل ابس، اسمه سايبر سيكيورتي نيوز من شركه نيو فيوجن. الابلكيشن ظريف جدا ان هو بيخليك ابديتد على طول بكل اللي بيحصل في السايبر سيكيورتي ماركت كله، اي اخبار، اي حاجه بتحصل، اي اتاكس بتحصل، كل ده بتلاقيه على طول على الابلكيشن، وهو متوفر فور فري على الاب ستور وعلى جوجل بلاي. يمكن كان في خبر امبارح تقريبا جالي برضه من الفيدز بتاعت الابلكيشن، في لقوا حاجه، في واحد مش فاكر اسمه ايه، عمل، عارفين الراسبري باي، السيركت بورد اللي هي الراسبري باي، قدر ان هو عن طريقها ان هو لو انت وصلتها على اي جهاز ان اتندد يقدر ان هو ياتاك الجهاز ويكمبرومايز جهاز وياخد الباسوردز بتاعته يعمل اللي هو عايزه، مجرد لو انت سايب جهازك كده مثلا وتوصلها على الراسبري باي وتقدر يقدر ان هو يكمبرومايز جهاز. الحلو في الموضوع ان هي ان الراسبري باي دي او السيركت بورد دي $5، يعني اي حد يقدر ان هو يشتريها، اي حد يقدر ان هو يستخدمها. الحاجه الثانيه اللي معانا برضو واحد من الويب سايتس الظريفه جدا في حته السايبر سيكيورتي كرايمز، هو سايت اوكراني اللي هو crime-research.org. ده مين اللي مهتم بكل الجرائم الالكترونيه اللي بتتم حوالين العالم، بيعملوا ريسيرش عليها ناس اكاديميين وفيهم ناس برضو في الكوميرشال سيكتور، بيكتبوا كتير عن ايه اللي بيحصل في السايبر كرايمز وايه اللي بيتم فيها. فلو في حد مهتم ان هو بيعمل اي ريسيرش عن حاجه زي كده برضو يقدر يستخدم كرايم ريسيرش، عليه ابلكيشنز، عليه بيبرز كتيره جدا مهمه وابديتد. هو عباره عن نون جوفرمنتال اورجانيزيشن غير هادفه للربح، وعندهم كونكشنز مع جامعات كتير جدا، بيتكلموا معاها بحيث ان هم بيقدموا زي اكاديميك ريسيرش عن السايبر سيكيورتي كرايمز. زون اتش، انا بيرسونالي بسمي السايت ده الفضيحه، لانه هو بصراحه فضيحه. كل هاكر وكل اي اتاك اللي بيحصل مينلي على اي ويب سايت بيحصل له ديفيسمنت او بيحصل له ميجور شت داون، كل الهاكرز تلاقيهم بيستعرضوا عضلاتهم ويحط الاتاك بتاعه او بيحط ايه اللي هو عمله على zone-h.org. zone-h.org الظريف فيه ان هو تقدر ان انت تشوفها بالبلاد وتشوف المواقع بتاعتها وبتسيرش الاركايف بتاعهم. بقى لهم شغالين من سنه 2002 بيعملوا اركايفنج لكل الاتاكس اللي بتحصل، الويب سايت ديفيسمنتس اللي بتحصل حوالين العالم كلها. استعراض عضلات منه اكتر واركايفنج ظريف، بس برضه ستيل فضيحه. ممكن انك تسيرش كمان في الـ في الاركايف من الاركايف تاب، لو انت عايز تسيرش في بلد معينه ممكن تحط مثلا .br.il.ph، وبلاش حد يدور في .eg، يا ريت. واحده كمان من اليوتيوب شانلز المهمه جدا بصراحه في ان هي بتنشر الاويرنس عن السايبر سيكيورتي اللي هي بتاعت سانز سيكيور ذا هيومن. الجميل فيها ان هي اللانجوج بتاعتها سهله جدا بسيطه، تقدر انك انت تستخدم الفيديوهات دي لو انت عايز مثلا تبعتها للمانجمنت عندك، او ان انت عايز تعمل بيها، انا عايز تعمل بيها اي طيب قول معتز. اوكي ماشي. سكيور ذا هيومن بتستخدم زي ما قلنا لانجوج بسيطه سهله، بتشرح بيها الاتاكس، بتشرح بيها ازاي تحمي نفسك منها. ممكن انك تستخدمها في شركتك، ممكن انك تستخدمها في اي اويرنس كامبين، ممكن انك تعملها في اي مكان. اللي ظريف فيها ان هي كمان بتعتمد على الكرتونز والانيميشن، فبتبقى الطريقه فيها سهله جدا في الشرح وسهله جدا كمان في العرض.
واحد من الويب سايتس الظريفة لو أنت من هواة الانكريبشن، يعني فاكرين الحبر السري، هو شوية يعني شبهه كده. أنت هي عبارة عن انكريبشن فانكشن بسيطة جدا، مجرد بتحط هنا التكست اللي أنت عايز تكتبه I love security camp، وهو بيحولها لك through الـ rot 13 function لتكست صعب جدا ان هو يتفهم. الموضوع فيها بسيط جدا، هو مجرد بيريبليس الكاركتر. يعني لو انت مثلا عايز تبعت لحد مثلا انت جوه الشركه وعايز تبعت لواحد زميلك في جوه الشركه حاجه مش عايز اي حد يفهمها او اي ايميل ما حدش عايز يفهمه، اكتب له الايميل فوق ونزله وهو هيعمل له كوبي بيست من اللي تحت وابعته له. اي حد هيشوف اي الميل ده او هيشوفه هيقول لك يعني سكراب، بس اكشن انت ممكن تحط اللي انت عايزه فيها. ممكن انت ديكريبت بيه برضه بالظبط كده، ممكن ديكريبت. هو بيستخدم كذا انكريبشن فانكشن، روت 13 مش فاكر لحد روت 30 تقريبا ان هو او روت 28 حاجه زي كده، بيريبليس الكاركترز. فهو ظريف لو انت من هوايات ان انت تلعب بموضوع الانكريبشن، يعني ممكن انك تستخدم روت 13. وبالمناسبه كمان لو فيكم اللي هو متابع، عارفين المسلسل اللي هو بتاع مستر روبوت جمعه الشوان قديم انت فاكر انت قاعد في الاخر متشكرين من المخابرات المصريه هو بقى روت 13 ده. فده برضو من الحاجات الظريفه اللي ممكن الناس تستخدمها في حته الانكريبشن. طيب عبال ما الناس اللي بره يا ريت نبتدي نتفضل عشان السبيكرز بتوعنا عايزين يبتدوا. طيب الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لكم، وان شاء الله برضو بفكركم تاني بالايفالويشن، بكره ان شاء الله هيكون في السحب عليه في اخر اليوم هناخده منكم. الفاوتشرز كمان اللي هي بتاعه الجالا دينر النهارده موجوده بره في الهيلب ديسك للناس البروفيشنالز والسبونسرز. تمام الترابيزه. طيب قلت له طيب قلت له طيب ماشي هنقدر نبتدي. طيب ولا محتاجها خلينا نبتدي الترابيزه؟ طيب مفيش مشكله. طيب في البريك اللي جاي ان شاء الله هنتكلم كده عن، يعني انا مسميها فقره الساحر. سمعت عن الاتاك بتاع اوكرانيا اللي كان في اول السنه؟ حد سمع عن الاتاك بتاع اوكرانيا لما عملوا شوت داون للباور جريد كلها، لشبكه الكهرباء كلها؟ حد سمع عنه؟ سمعت عنه؟ جميل. احنا هنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله، بس في البريك اللي جاي مش في البريك دي. انا مسميها فقره الساحر لان لما هاجي احكي لكم الحكايه تحس ان هو فيلم دراما، واحد قاعد على الكمبيوتر الماوس بيتحرك لوحده وابتدى يلاقي السيركت بوردز بتقع، البلد ضلمت، ايه اللي بيحصل؟ محدش عارف ايه اللي بيحصل. فهنتكلم عن تفاصيله اكتر ان شاء الله البريك اللي جايه. في خبر تاني برضه هنتكلم فيه البريك اللي جايه، البيتكوين. البيتكوين طبعا سعرها النهارده لسه هو شايفين، يعني وصل البيتكوين الواحد وصل 730 دولار الواحد. تعرفين زي ما انتوا عارفين طبعا البيتكوينز بتبقى من اللي هي ديجيتال كرنسي بيستخدمها في دلوقتي دول ابتدت ان هي تتحرك ناحيتها. في دول دلوقتي ابتدت انها تنفست ان هي يكون عندها الديجيتال كرنسي بتاعتها. يمكن انصح برضو الجميع ان هو يبتدي يسبوت الموضوع ده، لان من الواضح شويه ان في تحول شويه ناحيه الديجيتال كرنسي في العالم، وان احنا نبتدي نبعد شويه عن الورق وعن العملات النقديه اللي احنا اتعودنا عليها. في انفستمنتس ابتدت تتعمل مينلي في اسيا، في الصين وفي سنغافوره وفي كذا بلد ثانيه وفي امريكا كمان اكيد. هل ده ممكن ان هي تغير شكل الفاينانشال ماركت؟ هل ممكن نلاقي في يوم من الايام ان الجنيه بيساوي كام بيتكوين؟ الله اعلم طبعا. لكنها موضوع يستحق ان احنا برضو نبص عليه. يعني ايه اللي بيحصل في بيتكوين؟ برضو انتوا عارفين ان برضو من الاتاكس اللي بتحصل، مثلا لو لا قدر الله يكون حد حصل له حاجه اتاك من الرانسام ويرز، ان الاتاكرز بيطلبوا ان انت حول لي مثلا 500 بيتكوين، 100 بيتكوين، 1000 بيتكوين، الكلام ده كله.
فعلى اساس ان الناس ابتدت ان هي تتحرك ناحيه الديجيتال كرنسي، وهو ده الفيوتشر اللي الناس رايحه له. عن كده واكتر طبعا ان شاء الله هنتكلم كده في البريكس اللي جايه، هتبقى فيه الاخبار المتنوعه دي. خلونا نبتدي بقى بالبرزنتيشن. تمام. طيب النكست برزنتيشن ان شاء الله هتكون من شركه نكست ثينك، وهيقدمها لنا المهندس محمد عنب. فضلكم ترحبوا بمحمد. يلا بينا. السلام عليكم. اتمنى لسه صاحيين بعد الغداء، اتمنى الاكل عجبكم، مش انا الاورجنايزر. ف عاوز انتروديوس ماي سيلف الاول. ماي نيم از محمد عنب، ام ريجنال تكنيكال مانجر في نيكست ثينك. انا هكون الهوست بتاع السيشن هوستد باي نيكست ثينك او سبونسرد باي نيكست ثينك، اسمها اند يوزر اي تي اناليتكس. ذا اند بوينتس زي ما احنا عارفين كلها دلوقتي از وان اوف ذا سورسز اوف ذا اتاكس هابينج nowadays. A lot of focus حاصل على الـ perimeter security وعلى السيرفر والداتا سنتر. However, the endpoint still it's growing, the attack is happening, attacking the business users. معظم الـ business users بيشوفوا كل الـ experience بتاع الـ IT from the desktop perspective. الناس كلها مش متخيلة اللي احنا يكون السيرفر بتاعنا يكون مطلي بالذهب، أو أنا بستخدم أحسن firewall أو أحسن protection solution. أنا الموضوع كله عندي الـ endpoint، أو إزاي هم بيتفاعلوا مع الـ endpoint، سواء الـ services اللي احنا بنعملها providing أو الـ security اللي هم والـ data اللي هم حاطينها على الـ endpoints. السيشن دي هتكون a very interactive session. زي ما احنا عارفين مفيش أي حاجة احنا ممكن نصدقها إلا ما نكون سامحينها من expert. فعشان كده he will join me, one of the, I believe, Egyptian experts في الماركت. هي از سينيور مانجر تكنولوجي سكيورتي اوبريشن في اورنج ايجيبت، مستر محمد وائل. بليز ويلكم. اوكي، ايه الاخبار؟ اوكي، احنا صوتنا عالي anyway، بس الناس كلها بتقول ارفع صوتكم، بس احنا هنرفع صوتنا. لو ما حدش سامع ورا بليز ليت اس نو. السيشن از فيري انتراكتيف سيشن على الاند يوزرز اند بوينت ماركت اتسلف، واسبيشلي ذا اي تي اناليتكس هاو از جوينج تو سولف ذا بروبلم اوف سكيورتي على الاند بوينت اتسلف. فانا اتس كيو ان اي سيشن، وبعد كده في الاخر وي ويل ليف سام سبيس ليكو عشان تسالوا لينا احنا الاثنين سام كويستشنز لو عندكم اي اسئله. محمد خليني ابدا معاك الاول فيري دايركت كويستشن على الماركت بتاع الاي تي سكيورتي. هاو دو يو سي ذا ماركت بتاع الاند بوينت سكيورتي ريجنالي او جلوبالي؟ هو الماركت اكشولي اتغير في اخر 10 سنين، يعني نقدر نقسمه لثلاثه فيزز. فيز اللي هي لغايه 2010، اللي هي من 2006 لغايه 2010، ومن 2010 ل 2014، ومن 2014 مكمل معانا دلوقتي. كلنا قبل 2010 كان كل الاند بوينتس عندنا سواء لابتوبس او بي سي بس، يعني ما كانش لسه النيو تكنولوجيز نزلت اللي هي السمارت فونز والكلام ده. فكلنا كنا انا مش انا ده اوكي. ممكن ناخد ممكن ناخد الكليب مايك؟ شغال.
الصوت كده مسموع؟ فكان اعتماد الشركات ان جنرال او الثريتس اللي كانت موجوده كان بنقدر نقضي عليها بثلاث حاجات يعني، وكنا بنسميها ساعتها زمان في الفتره اللي احنا كنا فيها في الفيلد الثري ماسكتيرز، اللي هو عندك الانتي فايروس، الهيبس، الفاير وول. ما كانش في تشالنجز جديده ظهرت في الفتره دي، بدات من 2010 لغايه 2000 اخر 2013 ابتدت تظهر النيو تكنولوجيز في الماركت، اللي سواء الكلاودز او سواء التابلتس سواء الموبايلز سمارت فونز، ايفن في ترمينولوجي جديده ظهرت اللي هي برينج يور اون ديفايس. فده ابتدى يعمل تشالنجز قصاد الشركات والماركت شويه. تمام. ظهر في الفتره دي ترمينولوجي جديده اسمها اند بوينت ديتكشن اند ثريت ديتكشن اند ريسبونس. تمام. بس ما كانش الناس كلها مركزه عليه خالص، لان الثري ماسكتيرز بتوعنا كانوا قافلين الدنيا خالص تماما عليها، وما كانش فيه تشالنج خالص. اوكي. ومعظم الشركات كانت بتديفند البريمسز بتاعتها وما حدش كان بيبص على الاند بوينت. لغايه اخر 2013 ابتدت تظهر الثريتس بتاعت او ابتدت تبروجريس اكتر بتاعت المالوير. وبقى هنا ثري ماسكتيرز مش نافعين، فابتدت الشركات تتجه في الديماند او تتجه في طلب انها لا عايزه ترياكت فاست. انا النهارده في الانتي فايروس النهارده او الهب او الهبس او الفاير وول ما بقاش اناف ان انا اعرف ايه اللي بيحصل، فابتدت تبوش الماركت بتاع الاند بوينت سكيورتي، وده ريفلكتد ايفن على الانيوال جروس ريت بتاع الماركت نفسه، ابتدى يعلى 8.5% بعد ما كان ستابلايز تماما الماركت واشتلق، والشركات اللي شغاله في الماركت ما بتعملش اكتر من انها ابديتس للفيروسز بتاعتها الفاين تيونينجز الكلام ده. فده ابتدى يتزق جامد مع ظهور طبعا المالوير الشهير بتاعنا رانسام ده، واللي هو كان حتى ايفن سعره النهارده عشان تفكه المتوسط سعره كان $200 انك عشان تفك الانكريبشن اللي حصل عندك على الاند بوينت. السنه اللي فاتت ارتفع ل $600. ليه؟ لانه ابتدى في نيو جينيريشن اوف رانسام وير ابتدت تظهر، فكان دلوقتي الشركات لازم تبص على حاجه، فابتدت الفندرز تبروموت الاي دي ار علشان يطلع للماركت والكلام ده. هي للاسف ستيل ان احنا في الريجن لحد دلوقتي، ومعظم الشركات اللي احنا انا بشوفها يعني ايفن عن طريق صداقه او بتعامل معاهم لسه ناس كتيره معتمده على الانتي فايروس. تمام. which ده ريفلكت اي ثينك قدامهم على الماركت، يعني على السيتويشن بتاعتهم قدام. يعني يمكن شهر 5 اللي فات كان في بعض البنوك وقعت وكلنا عارفين ليه، فاهم؟ فيعني اعتقد الماركت ويل بي ديماندنج، وانا اي ثينك ان الماركت السنه دي هيزيد الريت بتاعه ل 11 او 12%. تمام اوكي. طيب يعني هو الاعتماد كله زي ما انت قلت على الانتي فايروس، وكان فيه هو فيه زي تراست في او الكونفيدنس في الانتي فايروس somehow، شويه التراست او الكونفيدنس الناس شويه بيبداوا يقل عندهم الكونفيدنس. وبعد في الناحيه الثانيه في نيو تكنولوجيز طالعه نيكست جينيريشن اي تي اناليتكس، ازاي برضو انت شايف الاورجنايزيشن بتتعامل ازاي في موضوع النيو تكنولوجيز اللي موجوده؟ بص الاورجنايزيشن دلوقتي يعني احنا اللي تشالنج اتليست، وانا اتكلم على جزء الشركه عندي يعني النهارده الايكويبمنتس اللي انت حاططها في النتورك كلها، يعني سواء انت حاطط راوترز، فاير وولز، اي بي اسز، اي دي اسز، اتس نوت انف النهارده ان انا سكيور الدنيا بتاعتي. فالتشالنج دايما بتاع السكيورتي تيمز ان انا هاف تو رياكت فاست، وان انا اعرف بسرعه قبل ما الدنيا بروباجيتد. فكان ده اللي خلانا نقدر نبتدي نبص اياميها. يعني انا محظوظ ان انا اشتغلت في الشركه، لان الشركه عندي دايناميك قوي. احنا عندنا اوفر 10,000 اند بوينت. لو احنا جينا حسبناها سيوريتيكال كده، في حوالي منهم 40% لابتوب. اللابتوبس دي مش كلها بتبقى موجوده عندي، متوزعه على اوفر ايجيبت. الناس بتخرج بتبتدي تبراوز، بتبتدي تسكان، بيبتدي يعمل اي اكتيفيتي، فانا لازم ابقى شايف الاند بوينت بيهيفير قبل ما يوصله عندي على النتورك. حتى ايفن لو انت عندك نتورك ادمشن كنترول، عندك ايفن حاطط بوليسيز بروسيدرز، اتس اباوت اللي هو لو دخل على سايت ماليشيس او كده نزل بوت نت، من ال 40% دي هقول لك 5% بس هم اللي هيخرجوا. تمام. يعني انا بتكلم اقول 10 موظفين 20 موظف، انا عندي تاني يوم الصبح 20 بوت نت موجوده على النتورك.
النهارده الناس دي بتاكسس ايه؟ يعني النهارده الناس دي بتاكسس بيلينج سيستمز، بتاكسس فاينانشال سيستمز، بتاكسس عندي كريدت كاردز على بعض السيستمز بتاعتي، فالتشالنج بقى عالي. تمام. فكان لازم ان احنا نريلاي على سامثينج تديني ريال تايم بسرعه وتقدر تساعدني ان انا الايز السيتويشن بتاعت الاند بوينت. تمام تمام اوكي. طب one of the technologies اللي موجوده دلوقتي، انت ذكرت الاي دي ار which is a growing market دلوقتي، يمكن حتى جارتنر زي ما انتم عارفين قسمت الاند بوينت ماركت تو ماركتس، الاي بي بي اللي هو الانتي فايروس واتيفر اند بوينت بروتكشن، والاي دي ار سوليوشن which is the اند بوينت ديتكشن اند ريسبونس زي مستر محمد قال. Currently, انت شايف ازاي الاي تي اناليتكس ات ويل بلاي ا رول موجوده في الاورجنايزيشن تو كومبات الثريتس اللي موجوده في الاورجنايزيشن دلوقتي، والليفرجنج الاند يوزر اناليتكس يعني انتو ذا البروتكشن بتاع يعني سبيشالي الاي تي اناليتكس. اوكي خلينا يعني صراحه انا بشوف ان السكيورتي ستاف او السكيورتي احنا دايما مظلومين في الشركات. اوكي. يعني عارف اللي هو يعني زي المثل الشعبي اللي بتقول في الهم مدعيه وفي الافراح منسيه. تمام. الفكره كلها ان دلوقتي احنا بنسابق الوقت، فالمفروض الاي تي سكيورتي ستاف او الستاف وات ايفر ذا ديفينيشن في كل الشركات، لان كل شركه ليها ديفينيشن مختلف على السكيورتي ستاف. We have to stay ahead. هي لعبه اوتو فور. الستريتس الفيكتور بتاع الستريتس بقى عالي جدا. الهاكرز بتيوز تو ماتش تكنيكس النهارده على مستوى العالم كله. خلينا واقعيين، واتيفر كل الشركات كانت بتركز، كلنا يعني كلنا بما فينا يعني كل الحاضرين كله كان دايما بيركز على البارامترز وعلى الديفنس ان ديبس والسيرات كده، بس ذا ويكنس اونستلي يعني يعني انا هعتبر نفسي ان انا شغال في الفيلد بقى لي فتره ان بوينتس. انا دلوقتي عندي زي ما انا قلت لك، انا عندي في الشركه لينكس اوبريتنج سيستم، ماك، عندي ويندوز، ايفن ذا فيندرز حتى بيبوشوا الكلام ده، بس وات اباوت ان الناس كله نون ويندوز ابلكيشن، دي وضعها ايه النهارده؟ فانا محتاج اشوف حاجه انها بترفلكت بسرعه عليا، بقدر اشوف بتديني فول ريزولوشن مثلا زي لو مالوير، المالوير ده نزل فين، جه على كام مكنه، ايه الباس بتاعه، هل قدر يوصل يكومونيكيت مع الكوماند اند كنترول بتاعه ولا لا. أوكي. طيب علشان الحق ارياكت بسرعه وان انا يعني ان انا اشيله. تمام. فيعني اوكي. طيب هو برضو انا يعني اعتقد كان في كام سلايد كده كنت اديتهم لك، انا عايز برضو الناس تبص عليها. انا اول اوكي انت شايفها بقى ولا لو انت شايفها عايز تقولها ولا ما بي. لا اصلا يعني هي سلايد سامبل. دي البروجريس بتاع المالوير اوفر ذا لاست 10 ييرز. لو لاحظنا كلنا ان 2014 اهي ابتدت البيك تطلع. لو جينا للسلايد بعدها هنعمل فوكس على اخر سنتين. اوكي ده المنظر بتاع اخر سنتين باي مانث. ده الترند بتاع المالويرز الموجود في الماركت حاليا. اوكي طيب ده الشارت دي بتاعت النيو مالويرز اتش يير. يعني في مالويرز اوكي ديفايند والشركات عملتها وخلاص عملت سيجنتشر ليها وبتقدر تكلين اب وكده، بس ايفن النيو مالويرز اللي بتطلع يعني عندنا في 2015 احنا وصلنا 140 مليون. فاهم؟ طيب ايه هل يور تراستنج يور اند بوينتس قوي؟ اوكي هنيجي نعمل فوكس على اخر سنتين، اخر سنتين هنلاقي البروجرس ماشي. طبعا شهر 5 كلنا معظمنا عارفين ايه اللي حصل فيه، الاتاك بتاع الرانسم على الشركات كلها ماشي، والدنيا شكلها كده مش وردي قدام، يعني مش هتبقى سمبل للاي تي ستاف بالذات. طب الاورجانيزيشنز احنا بقى السلايد الخامسه ده كان سلايد للرانسم وير اورجانيزيشنز. اوكي وي كود كنترول اليو اس بي ستكس، هنقفل اليو اس بي على الناس، هنقفل السوشيال ميديا على الناس انها ما تاكسس السوشيال ميديا، هنبتدي انسبكت الويب سايتس ونشوف الويب سايتس ببرميشن، وفي برودكتس كتير بتقفل السايتس الميليشيس والكلام ده. بس المشكلتين الاولانيين دولك 50% من رانسم دخل منها الاورجنايزيشن، ودي ما فيش حاجه تقدر، ده على الاند بوينت دايركت ماشي، هيعدي الفاير وول، هيعدي الانتي سبام بتاعك، هيعدي كل اللاير اوف ديفنسز اللي انت حاططها كلها، ايفن الانتي فيروس مش هيكشفه. بقى سمبل اتاتشمنت وورد فايل هيروح لحد في الاتش ار،
this is my CV. الراجل بمنتهى البساطة هيدبل كليك عندك بوت نت، الراجل ده ليه اكسس على الانترنت، هيكلم الكوماند اند كنترول، خلاص الموضوع انتهى. والله دي العقدة عندنا كلنا يعني العقدة دي عندنا كلنا، بس يعني أنا يعني عشان أنا واحد منكم يمكن أنا ستيل شايف إن الماركت في مصر فعلا إنهم باصين للسيكوريتي ستاف نايس تو هاف، ماشي ما بيحق لسه they do not promote even الإكويشن. لما أنت even حتى بتخش تقول له أنا عندي ريسك أو ثريتس في الكلام ده يقول لك translate the cost، وهي المشكلة اللي هي كلنا بنقابلها how to relate security to cost، لأن الإكزيكتيف ما بيفهموش غير cost. طب مش عارف المايك شغال أوكي let me use. طب new technologies موجودة ال HR والبيزنس ذات نفسه مش شايف، طب ده بيأثر على الابروفل على انفستمنت في البيبل ذات نفسها؟ ما في الاخر خالص كل التكنولوجيز الجميله دي كلها اللي هي وي هاف تو انتراكت، لازم البيبل ذات نفسهم. خلينا واخدين في تو سيكتورز عندهم ريزيستنس للنيو تكنولوجيز زي بي واي او دي والكلاود، اوكي اللي هو سيكتور التليكومنيكيشن وسيكتور البانكينج، تمام، لان دي هتريز too many issues بالنسبة لهم، لأن النهاردة أنا عليا governments والحكومات ابتدت تحط علينا compliance والكلام ده. النهاردة أنا هكنترول الحاجات دي زي even مع احترامي إن في MDM هتيوز encryption عالي هتيوز password جامدة، بس النهاردة في قصة جميلة جدا أنا لسه قريها من يومين إن في 700 مليون تليفون أندرويد راحوا back door بيبعت الـ SMS وبيبعت الـ call logs للصين. اوكي النهارده انا خلينا يعني سكيورتي بيبل برضو لازم يترستوا البرودكت، وهي دي المشكله ان احنا عندنا عقد في الحته دي شويه، لازم يكون في بيز اوف تراست. لازم يكون بيز اوف تراست. فانا النهارده على تراست ان زي واحد جاي باكويبمنت انا مش شايف عليه حاجه، وستيل انا شايف ان الاند بوينت مارك الفندرز did not solve this issue، لان انا ما شفتش اني اناليتكس اون ذا اند بوينت ستيل على التابلتس ولا الايفونز مثلا او التليفونات، وهتنتجريتها ازاي؟ لان خلي بالك الشركات بتبع كومبلاينس معين وسكيورتي ميجرز معينه. اوكي فاي ثينك ذس از تو ايرلي ان احنا نبص على حاجه زي كده يعني. تمام اوكي. طيب رجوعا تاني لموضوع الاند بوينت سكيورتي، انت بصفتك خبير في المجال ذات نفسه. مش خبير قوي يا عم الناس. طيب. اوكي خلينا نقول لك خبير، صدرتك خبير في المجال، ايه تعتقد قديم شوي قديم في المجال، ايه تعتبر كي سكسس كريتيريا اي اورجانيزيشن قاعده دلوقتي دي هاف تو فولو عشان تو جيت ات ليست ا بروبر سكيورتي سوليوشن على الان بوينت؟ في وجهتين نظر هنا زي ما باشمهندس قال، في وجهه نظر البيزنس اوكي وفي وجهه نظر السكيورتي بيبول. الثريتس اللي احنا بنشوفها ليتلي بقت نايت مير بالنسبه للسكيورتي ستاف ان جنرال. الداينامكس بقت عاليه جدا، احنا كل يوم بنشوف كتير جدا. يمكن اوكي انا في اورنج ومثلا بنشوف سامبلي مثلا السامبلز اوف ذا ترافيك ذات جوز، انا كاي اس بي فاهم ان 70% مثلا ترافيك سليم و30% بوت نتس اند مالويرز. اوكي فالشركات عاده بتهتم بالكوست ده الاول، فيعني هنطلع من الناس بتاعتها بالكوست. احنا هنبص لل هينفعنا في ايه الكوست بنفيت ريشيو بامانه، الفلكسبيليتي سكيلابيليتي بكفر قد ايه، ان انا النهارده علشان اعمل اناليسز او فورنزكس للايفنت اللي انا شايفه هعمله في قد ايه. ذس از ذا كي ميجرز اللي احنا ان جنرال بنبص عليها، ان برضو الايجنت اللي نازل على الاند بوينت بيريليتو بالهيستوريكال داتا بتاعته، لان دي اهم حاجه. ان النهارده اوكي انا النهارده ايفن لو انا باصص على اند بوينت النهارده سسبيشس بيهافير، مين اللي قال ان ده سسبيشس؟ انا لازم اشوف الهيستوريكال ريكورد بتاعه. أوكي. حتى ايفن مع يعني يمكن هو بيسهل لنا الحته دي، لان ايفن لو انت عندك سام او عندك كلام ده انت بتبص في كميه لوجز من
من اوتسايد وانسايد، انت عشان توصل للحقيقه كنت تيك دايز. يعني يمكن فيش القصه الشهيره بتاعت ارامكو قعدوا شهر وشهر وي عشان يعرفوا وات هابند. يس مظبوط مظبوط. كل الناس عارفه قصه ارامكو ولا؟ ارامكو اتاك حصل، هو اكشلي في دوكيومنتري جميل جدا اسمه زيرو دايز، نزلوا اتفرجوا عليه جميل جدا. هو بيشرح ازاي اتس ا كاونتر اتاك على اللي حصل اللي عملته امريكا في وان اوف ذا اتاكس على الايرانيان نيوكلير ويبونز اللي موجوده في ايران. فاللي حصل في ارامكو اللي هو وان اوف ذا يو اس بي اكزكيوشنز اللي حصل على وان اوف ذا ديسكتوبس جيت اكزكيوتد على وان اوف ذا بزنس يوزرز elevated privilege واخد administrative privilege في يوم وليلة. كان تاني يوم يوم عيد وكان طبعا organized كل الكلام ده كله. حصل ان 15,000 desktop out of operation، بتكلم طبعا 15,000 desktop out of operation out of 50,000 والموضوع كله is produced وكله peer-to-peer connection between endpoint to other endpoint. فزي باشمهندس محمد كان بيقول كل الموضوع كله لو مركز على perimeter وعلى cloud whatever it's fine، دي حاجه كويسه جدا، بس في الاخر خالص ده بير تو بير كوميونيكيشن ما بين الان بوينتس اتس انفيزبل از ذا سويتش سايد، انت لسه حتى ما رحتش على الراوتر سايد. فكل الفيزيبيليتي هابينج على الان بوينت، ذاتس واي احنا عاوزين مور فيزيبيليتي على الان بوينت. وعلى فكره القصه دي يعني قريبه بس مش بحجم طبعا ارامكو، حصلت في شهر 5 هنا في احدى البنوك المصريه. تمام. يعني اتس نوت تو فار. الناس بطبيعتها يعني مش educated، وده اللي انا يمكن احنا في الشركه عندنا نجحنا سنه ان احنا نريز الادوكيشن بتاع الستاف بتاع الامبليز كلها، ان احنا باي نيوز فلاشز باي ايفن احنا كسكيورتي ديبارتمنت ابتدينا نعمل سيشنز انترنالي نأوير ايفن يعني في الفترات اللي فاتت المالوير اللي كانت ظاهره في السوق ابتدينا نبعت نيوز فلاشز يا جماعه لو جالك ميل كذا 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 كونتاكت، وكنا بنروح نسولف والبيبل ووز متعاونه جدا معانا في الشركه صراحه. فمن اهم الفاكتورز في السكسس ستوري بتاع الاناليتكس انك تديكيت يور ستاف. تمام. ايزر مش شرط يبقوا الاي تي، فاينانس اكاونتنج وات ايفر. اوكي اوكي. هو جزء من الظلم انا اعتقد اللي احنا السكيورتي اللي احنا اتظلمنا كتير فبلاش نتكلم مع الاذر ديبارتمنتس. لا احنا مظلومين وستيل مظلومين يعني بالظبط. الاويرنس از وان اوف ذا ثينجز اللي هو البيبل، وفي الاخر هو البيزنس يوزر هو اللي موجود، هو اللي معاه اليو اس بي فلاش ميموري. يعني وان اوف ذا تيست عملوها في اتش اس بي سي بانك في سويسرلاند، حطوا بس يو اس بي فلاش ميموري في الباركينج لوت. اول ديسكتوب استخدموه الناس هو الديسكتوب اللي موجود عندهم في الاورجنايزيشن، وهو يعني انتوا الاورجنايزيشن بتاعكم هتعمل نفس الكلام، حطوا يو اس بيز في الباركينج، اول واحد هيستخدموه هو اللي موجود. فهي كانت تيست اويرنس فنفس الكلام، فهي الاويرنس از فيري فيري امبورتنت. في قصص يعني في قصص اللي هي بتاعت تارجت ستورز وهوم ديبو. تمام. ده دخل عن طريق ايه؟ عن بي او اس، مش بي سي، مش لابتوب، مش كلام ده. ده كريدت كارد موافق نزل بوت نت كوماند كنترول جاب الكريدت كارد بتاعت الناس. It was a success story. يعني بالعكس الراجل ده انا شخصيا انا نفسي اقابله. طيب very good. طيب خلينا نقول اخر سؤال عندي، ايه ثلاث نصايح ممكن تنصحها لاي حد they have only the antivirus or they believe in the antivirus؟ Again, the antivirus it's nice very good but it's not enough as we know زي ما انت وضحت. بس ايه ثلاث نصايح ممكن تقدمها؟ بص هو اجمل حاجه في الفيلد بتاعنا بامانه انه دايناميك، يعني it does not stabilize. يعني احنا بنخش من حته المرحله لمرحله المصيبه للمصيبه. الفتره اللي جايه او الايرا اللي جايه it's a malware and malware on the endpoints، لان خلاص احنا معظمنا we had we know the best scenarios or best practices على ال parameters وعلى الكلام ده. ال endpoints it's very weak honestly. يعني ممكن انتوا ترجعوا لشركاتكم شوفوا الباتشنج بتعملوه ازاي، شوف السكيورتي ميجرز، هل انتوا فاتحين يو اس بيز ولا لا، فاتحين لابتوبس ولا لا. الايديال كيس ان تكون انت عندك الميل سيرفر بتاعك وما بيكمنيكيتش مع اي عالم خارجي، ما بتستخدمش يو اس بيز الكلام ده. الفتره اللي جايه بتاعت رياكتنج فاست، لان اي اورجانيزيشن فينا صراحه ايفن ماي اورجانيزيشن اف وي جت انفكتد وذ ا مالوير توقع ان ما فيش اورنج او ما فيش نتورك عندك. بنك نفس الوضع، كريدت حاجه العملاء ان بوينتس از فيري ويك. والناس للاسف برضو زي ما انت قلت اتس يو اس بي، وانه هيحطها فلاشيه لا يو اس بي فور فري كده واحد بيوزعها عليه في المحطه. طب ده كويس ده كام جيج هاخدها تك حط بقى عندك. اكزاكت.
end point it's الايرا اللي جايه او at least my expectations for the next 5 years it's end points game attacks that's all. اوكي طيب خلينا ناخد 2 questions maximum احنا we have 5 minutes left. شغل البلاي بليز. دي ولا اللي قبليها؟ اوكي اول واحده this one. اوف معلش اسمع سؤالك انا مسمعك. اوكي طب الارقام احنا وي كان شير سلايدز يو كود شير خلاص احنا ويل شير ات. لا بس يعني الموضوع فيري سمبل. اوكي ويا ريت السورس بتاع الحاجات دي السورس مكتوب تحت على فكره انا ما مشلتوش وكان ممكن اشيله مكتوب تحت. اوكي اي في اي في داش اي في داش تيست دوت اورج ده ريسيرش معمول اون ذا ماركت اخر 10 سنين ماشي. انت وصل عندك المالويرز الموجوده على الانترنت جلوبالي 600 مليون ده بس احنا بنتكلم على كاتيجوري مالوير والنيو كان حوالي 140 اعتقد مظبوط وده باي مانث ا نيو وان اتس اوفر 140. هو حاجه برضو انا عايز اوضحها ثانيه واحده برضو علشان ممكن يكون الكلام اتفهم. انا مش بقول ان انتي فيروس مالوش استخدام لان ستيل وي هاف فيروسز وي هاف تروجنز وي هاف سباي ويرز. الانتي فيروس از بارت اوف لازم يبقى موجود علينا عندنا في الاند بوينت عشان ما حدش يفهم ان الاناليتكس هتحل له المشكله دي. لا يو نيد بوث اكزاكتلي كومبلمنتري سوليوشن فور ذات. Another question. Okay. Okay. في فيديو كده أنا شايف إنه هو. It's nice. Yes. أنا أول شو بس a very small demo على next thing. 5 minutes will not exceed the timeline. Okay. في one of the crashes حصل ال airplane crashes. يمكن دوروا عليها على الإنترنت. The Swiss Air. اسمها الرحلة اسمها تريبل وان. ليه بذكر اسم الرحلة دي؟ It's very interesting. لو تشوفوا ازاي الكراش happened simply اللي حصل اللي هو أول ما حصل إيشو في الطيارة ذات نفسها البايلوت والكيو بايلوت immediately عندهم زي تشيك ليست. التشيك ليست دي they have to go through it لما تحصل emergency في الايربلين. Once it happens they have to go over everything عشان to get sure everything is fine. وهم بيعملوا التشيك ليست ووصلوا للنقطة الثالثة البلين كراش ما حققوش يخلصوا التشيك ليست. فدي حصلت كلها ترانسفورميشن في التشيك ليست اللي هي ما تقدرش تعدي سيرتن بوينتس وات ايفر. الموضوع بذكره لا كل ده لان ممكن اي ايشو ممكن تحصل عندنا في الاورجنايزيشن بس لو التشيك ليست عندي اللي انا اي هاف تو بيلد ا سكريبت اي هاف تو دو ا لوت اوف تولز اي هاف تو يوتيلايز ا لوت اوف تولز ات ويل تيك ا لوت اوف تايم اي ميك كراش في الاخر خالص. فسمبلستي هاو فاست اي كان جيت ذا ثينجز اتس ا فيري فيري امبورتنت فاكتور especially لما تحصل اي اتاكس عندنا لا سمح الله في اي اورجانيزيشن. ف one of the things next thing تحلها اللي هو simply اللي انا من one alert اقدر اعرف مثلا هنا هو ان انا I have four desktops they have issues و immediately من الايشوز دي كلها during one click اعرف what kind of issue اللي هو موجود عندهم. فعرفت هنا اشوف ان في application اسمه sendme.axe executable file موجود عند four desktops و immediately desktop ال executable file is communicating over the internet ويبعت data زي ما انت شايفين over the internet. فهي the simplicity of going over all that it's a very very important factor بنعمله. طبعا في another things اللي انا I can go to the desktop itself to know ازاي ال USB get executed او ازاي ال executable file ده get executed through USB او whatever. بس ال path of traffic اللي انا من ال desktop دولت especially لو كانوا HR ولا business users ومين اليوزرز دولت والسين ميدو تي اكس اي بيستخدم بورت نمبر زي بورت 80 اللي هو مفتوح على طول على الفاير وول ورايح على الانترنت وفي الاخر رايح على يو ار ال زي وان درايف. فهي ذا باث اوف ذا انفورميشن الفيزيبيليتي اللي انا اي كان جيت ات ان سكند اتس فيري فيري كريتيكال فاكتور. اي وود لايك ثانك يو شكرا يا جماعه على وقتكم. شكرا محمد طبعا.